مزارع المغرب. معا نرتقي بالقطاع الفلاحي. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة مزارع المغرب، مرحبا بكم فيما وعدناكم دائما. أنا كنشارك معكم تربيز طائرة السمان. اليوم في عمر ديال السمان ديالنا 16 يوم كما كتلاحظوا، فنقيت ليه دابا النت، يلا فرشت ليه واحد التفريشة النزارة. من الأحسن تبقاو تنقيو ليه، يعني تحس بالأرضية زكاز نقية. إذا كنتو يعني عندكم الكوري ولا شي حاجة بحال هكا يعني مقربينش للسكان، فماشي مشكل، كتزيد نجارة فوق نجارة نجارة فوق نجارة حتى كتخرج السلعة ديالك عاد كتنطوي. ولكن بحال دابا أنا عندي السكان، فيمكن لي ضروري خصني نقي. هانتوما كتلاحظو السمان ديالنا، هو يلا نقينا ليه، راه برد فات عليه البوطة. دابا غادي نشعل عليه البوطة ان شاء الله. دابا نيت كما كتلاحظو معايا السمان ديالنا، واحد الاخ من الاخوان في القناة قالك ما الفائدة ديال هاد البارطاج هذا، واش كتبغيو المشاهدات ولا هذا؟ فاخي الكريم حنا ماشي بالضروره المشاهدات، يعني شاهدوا لا تشاهد، انا ما عوانيش على الفلوس ديال الادسنس. الحمد لله حنا خدامين بدراعنا، ماشي ما عوانيش على الفلوس الادسنس. كون بغينا فلوس الادسنس كون حنا درنا روتين اليوم. مرحبا بالجميع وشكرا ليه حتى هو على النقد ديالو. السلعه ديالنا ان شاء الله نبقاها لها والو، تمشي 12 اليوم ان شاء الله ونخرجوها باذن الله حسن العين، يعني بقات لها واحد 12 يوم وتخرج البيع ان شاء الله على 30 يوم. مازال تنقدو فيها ان شاء الله، مازال كتكبر مازال كتقط. دائما جوج البوطات حتى هي